أفاد مصدر أوكراني في مجال الدفاع بأن مسيرات أوكرانية ضربت مصفاتي نفط روسيتين ومدرجا عسكريا خلال هجوم ليلي واسع نطاق. وكانت السلطات الروسية أشارت في وقت سابق إلى اندلاع حريق في مصفات فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الانتاج توقف جزئيا في المنشأة. في المقابل أعلنت أوكرانيا أن روسيا استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية في 3 مناطق. للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل الشرق أندريه كيرسانوف. أهلا بك أندريه. إذن يتم الحديث عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين بمسيرات أوكرانية، ما طبيعة هذه الاستهدافات؟ ما حجمها؟ وهل من إعلان عن حجم الأضرار باعتبار أن هذه المصافي أوقفت عن العمل؟ نعم دينا، تحية طيبة. كما يبدو هو كان هجوم مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية اعتبارا من مساء يوم الجمعة وحتى الساعات الصباحية من اليوم يوم السبت. طبعا يعني هذا الهجوم يعني كان يركز على مقاطعة كراسنادار الروسية الجنوبية الواقعة بالقرب من البحر الأسود، وتحديدا على مدينة سلافيانسك ناكوباني. هي مدينة يعني كبيرة تقع فيها مواقع تابعة لمصفات النفط، لتكرير النفط ومواقع للطاقة. طبعا كما كشفت مصادر روسية وتحديدا وكالة تاس الروسية الرسمية، الهجوم كان يعتمد على 66 مسيرة أوكرانية، وعشرة هذه المسيرات كانت تستهدف مصفات في مدينة سلافيانسك ناكوباني. بالنسبة للأضرار يعني كما ذكرتم قبل قليل دينا، مصفات تكرير النفط في مدينة سلافيانسك ناكوباني توقفت جزئيا من العمل وبسبب الهجوم بمسيرات عليها من قبل القوات الأوكرانية. اندلع حريق كبير في تلك المصفاة لتكرير النفط، لكن بعد ذلك السلطات المحلية تمكنت من إقامة السيطرة على الحريق ويعني نفذ. بما أنك تحدثت اليوم قليلا الآن عن مسألة توقف هذه المصافي عن العمل، هل من إعلان ربما عن حجم الخسائر أو متى ستعود إلى العمل؟ وإن كانت هناك ستكون أي نوع من الإجراءات ربما الروسية للرد على مثل هذه الهجمات؟ يعني السلطات المحلية مباشرة حاولت إصلاح أو يعني تقديم دعم لهذه المصفاة في مدينة سلافيانسك ناكوباني. وكما وردت في الأنباء يعني المعلومات تفيد بأن هذه المصفاة عادت جزئيا إلى العامل، لكن كانت هناك أضرار في داخل المصفاة، يعني في البنية التحتية أضرار غير معروف كما كشفت وكالة تاس الروسية. لكن من اللافت دينا أن هذه المنطقة وتحديدا هذه المدينة ومقاطعة كراسنادار عادة منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لم تكن تتعرض لهجوم كبير، يعني خلافا مثلا لمقاطعة كورسك أو مقاطعة بيلغراد الروسية الجنوبية اللتان دائما من فترة إلى فترة تتعرض لهجمات بمسيرات أوكرانية. لكن مقاطعة كراسنودار عادة كانت محمية نوعا ما من أي هجمات أوكرانية بمسيرات التي كانت تستهدف مناطق روسية أخرى، لكن هذه المرة القوات الأوكرانية ربما ركزت على مواقع تابعة للطاقة والوقود ومصفات تكرير النفط لتدميرها ومن أجل توقف الإنتاج في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك أندريه كيرسانوف مراسل الشرق في موسكو على هذه التفاصيل. انضم إلينا الآن أيضا من موسكو عبر تطبيق زوم السيد بافل فلينكهاور، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك معنا سيد بافل. لنقف أكثر على ربما تداعيات هذه الهجمات. تتحدث عن هجمات طالت منشآت نفطية في روسيا، تم الرد أيضا على 3 منشآت طاقية كذلك في أوكرانيا.
لماذا الآن؟ لماذا يعني منذ بداية الحرب لم نشهد استهداف للمنشآت الطاقية بهذا الشكل؟ أما خلال الأشهر الماضية بدنا نشهد ارتفاع في مستويات أو في مستوى هذا النوع من الاستهدافات، لماذا؟ القوات الروسية هاجمت مواقع الطاقة والبنى التحتية للطاقة وكذلك معامل تكرير البترول في أوكرانيا، ولم يكن آنذاك لدى الجانب الأوكراني الأدوات للرد على روسيا بالمثل، واليوم بعد أن حصلت أوكرانيا على هذه الطائرات المسيرة الانتحارية بدأت ترد على الضربات الروسية باستهداف معامل تكرير البترول في روسيا. روسيا تعتبر أن هذه الهجمات غير هي مبررة لأن الوقود يستخدم للآليات والدبابات. كما تعلمون معامل تكرير البترول هي مواقع بالغة الأهمية، وأي ضربات تتعرض لها تخلق تبعات وآثار سيئة. وبالنسبة للجانب الروسي وخاصة معامل تكرير البترول، وعلى مدار الفترة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت تستخدم المعدات والآلات الغربية الصنع، واليوم يصبح من الصعب استبدال أو تعويض هذه الآلات والمعدات الغربية بعد إلحاق الأضرار بها بسبب تلك الهجمات. هل نتوقع رد انتقامي من الجانب الروسي على هذه الضربات؟ يمكن لكييف أن تقول بأنها كما يتم قصفها أو قصف منشآتها الطاقية هي لديها الحق أيضا بالرد على الجانب الروسي بنفس الطريقة. نعم، روسيا بشكل دوري توجه ضربات لتلك المنشآت منشآت الطاقة في أوكرانيا، ولكن هناك بعض المشكلات أمام روسيا. أنك روسيا كانت تستطيع توجيه الضربات للمنشآت ومعامل تكرير البترول القريبة من الحدود الروسية، لكن اليوم أصبحت أوكرانيا توجه ضربات للمنشآت الطاقة ومعامل تكرير البترول في روسيا بصواريخ بعيدة المدى وتصل أحيانا إلى 1000 كيلومتر. وأما الدرونات المتوفرة لدى أوكرانيا فهي ليست توفيرها ليس بالشيء الصعب، لأن أوكرانيا كانت معروفة من أيام الاتحاد السوفيتي بقدرتها على تصنيع محركات الصواريخ، وهي دولة صناعية ويمكن لها أن تصنع تلك الدرونات، وإن احتاجت تستطيع أن تستورد بعض المحركات من الغرب. ولكن لا نعلم لغاية الآن كيف أصبحت أوكرانيا قادرة على توجيه مثل تلك الضربات بالدقة. سيد بافل، بما أنك أشرت إلى مسألة المساعدات وأشرت إلى أن السلاح الذي تتلقاه أوكرانيا يسمح لها باستهداف منشآت طاقية ونفطية في روسيا على بعيدة المدى أو في العمق الروسي إن صح التعبير، نتذكر بأنه في مارس الماضي أيضا كان هناك مطالبات من جانب الولايات المتحدة لكييف بالامتناع عن استهداف هذه المنشآت لطبعا منع أي تداعيات على المستوى العالمي. هل يمكن لهذا الاستهداف الأوكراني أن يؤخر المساعدات الأمريكية خلال الفترة المقبلة؟ لا أعتقد ذلك. هذه الشهادات كانت قد نشرت في الصحف الأمريكية، ولكن لم تكن هناك أي تأكيدات بأن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا عدم التعرض لمنشآت النفط الروسية، ولكن
ضرب معامل تكرير البترول قد يؤخر تصدير المحروقات الروسية إلى الأسواق العالمية. من هذه الناحية قد تحدث مشكلة في أسعار النفط، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تتأخر في توريد الأسلحة لأوكرانيا، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تمنع أوكرانيا من استخدام تلك الصواريخ ضد الأراضي. سيد بافل عطل، مضطر أن أقف معك عند هذه النقطة لضيق الوقت. سيد بافل فلينكهاور، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت ضيفي مباشرة من موسكو عبر تطبيق زوم، شكرا جزيلا لك.